مع بدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد البريطاني ومناسبة الاحتفالات باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، أقامت السفارة البريطانية أسبوع بريطانيا لنشر إرث الألعاب الأولمبية وإبراز أهمية الرياضة في حياة الناس. رافق ذلك عرض لبعض المأكولات والمنتجات البريطانية. يعني هذا الأسبوع عدنا الاحتفالات في لندن بسبب الجوبيل المساء جلالة الملكة إليزابيث. أيضا عندنا الألعاب الأولمبية في لندن، وعندنا بعض الرياضيين الأردنيين المشاركة في لندن. يوم جمع شبابا وشابات سيشاركون في الأولمبيات البريطانية، حيث عرضوا من خلاله صورا لهم عبرت عن أنواع الرياضات التي سيشاركون بها في الأولمبيات. وإحنا جايين لهون بمناسبة أننا رح نشارك بالأولمبيكس في لندن 2012، وأنا طبعا رح نشارك واحد، أنا من فريق من 9 لعيبة من الأردن رح نشارك إن شاء الله، وما رح أسبح، رياضتي هي السباحة وراح أسبح 50 متر حرة إن شاء الله بالأولمبيكس. نحن هنا عم نشارك مع معسكرات وكل هاي السنة يعني معسكرين، وكان عندنا بطولة آسيا قبل أسبوع الحمد لله جبت ميدالية ذهبية، وهينا يعني الأسبوع الجاي طالعين معسكر كمان، كله استعداد للأولمبياد وإن شاء الله يعني خير نقدر نحقق أول ميدالية. تأكيدا على أهمية الرياضة ودورها المهم في الحفاظ على لياقة عالية وجسم سليم، إلى جانب كونها تجسد مفهوم العمل الجماعي وتعميق الانتماء المجتمعي، فقد جاءت فعاليات هذا الأسبوع لتعرف المواطن الأردني بثقافة البريطانية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التبادل الثقافي بين بريطانيا والأردن من خلال الاطلاع على الموروث الشعبي في كلا البلدين. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السيلاوي.